السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم بالقناة ديالي، قناة لالة جلونة للوصفات التجميلية والشهيوات المطبخية. مرحبا بالقدام ومرحبا اللي عاد دخل القناة ديالي وتعرف عليها، ألف ألف مرحبا. اليوم كيف وعدتكم بالفيديو السابق ديال العرض للصديقات، درت هاد المملحات. غادي دابا ندير لكم البيتزا والكيش والكورني. نبداو بالبيتزا. غادي نحتاجو لاصوص طوماط، هادي مطيشه محكوكه درتها في زويته د العود مع شويه د الزعتر والمليحه وبزيره. هنا عندي الكروفات، عندي الطون، عندي فلفله حمراء مسلوقه، عندي البصله مشحره في الزيت والملح والبزار. عندي هاد لي فون دو بيتزا. من بعد ندير لكم العجين. كنديروا هاد المسائل، كنديروا المطيشه، البصيله، الطون، كيف ما بغيتوا تصنفوا، يعني تسبقوا شي حاجه. المهم لاصوص ديما هي الاولى. انا غادي ندير هاد البيتزات بالطون والكروفات. الكروفات بطبيعه الحال ما كنشحروهش، كنخليوه طري باش ملي كيطيب كيطلق ديك اللذه ديالو، كيجي زوين ما كيجيش قاسح. غادي نزين بالفليفله مقطعه هكا صبيعات صغيورين ومسلوقه. الفلفله خضراء كدير واحد لوغو ما كيبغيوش ليا البنيتات ديالي، قلت انا ندير هاد الحمراء كيجي مزيان. غادي نحط هذاك كروفيتا في كل وحده اولا جوج اللي على حسب اللي بغيتو. عندي غادي نعمر هاد الصغيورين وغادي نعمر حتى لي فون الكبيبرين هكا مربعين. زدت الفروماج والزيتون. هنا عندي الحشوه ديال الكيش، درت هنا بصله كبيره مشلضه وقطع ديال صدر الدجاج مقطع حتى هو مربعات، شويه المعدنوس، الملحه والابزار وزيت الزيتون. نشحرهم في المقله مزيان، ومن بعد كنعمرو هادوك لي فون دو كيش. اختاريتهم انا مربعين، تشوفوا نتوما بغيتو ديروهم مربعين او دائريين. انا درتهم مربعين. كنشحروهم هكذا. من بعد كنعمرو هاد لي فون هكا بهاد الحشوه دابا اللي طيبت، وعاد كنزيد عليها لاباريا كيش. تنبقى هكا نعمرهم كاملين بالتساوي. غادي نزيد عليهم شي شويه، شي نص غادي نزيد عليه معدنوس، والنص غادي نزيد عليه فليفله حمراء مقطعه يعني مسلوقه نيت اللي بقات لي من البيتزا ومقطعه طريفات صغيورين، كيعطيوها واحد المنظر وكيجيوك بحال اللي دايره اشكال مختلفه وهو راه نفس الحشوه. كنبقى كنعمرهم بالتساوي، نشوف اللي فيه يعني الدجاج قليل، كنقاد ما تكونش يعني بصله كثيره في بلاصه والدجاج كثير في بلاصه، كنحاول نقادو باش يجي داكشي متساوي. كيف قلت لكم دابا هادو زدت عليهم المعدنوس خلطتو معاهم، والحشوه الاخرى يعني هي نفس الحشوه غير قسمتها، زدت عليها هذيك المعدنوس والاخرى زدت عليها زينتها بالفلفله. لاباريا كيش عندنا غادي ندير غير دابا جوج بيضات وتقريبا نص كاس ديال الكريمه السائله ديال الطبخ الخاصه بالطبخ، ملح والبزار، وغادي نحك عليها واحد الحكه واحده خفيفه ديال الكوزه. غادي ندرب هاد المسائل كامله ونزيد نعمر دوك لي فون دو كيش. الى احتاجيت نعاود نزيد عاد البيض ونفس الخليط نزيدو. بعد ما نخلط غادي نزيد الخميره ديال الحلويات. علاش كنديرو خميره الحلوى؟ باش كتنفخ لينا هاد لاباريا كيش، كتجي زوينه لي كيش كيجيو مفوخين وزويونين.
دابا غادي ندير حساب معلقه اولا جوج معالق في كل وحده وندخلهم للفران. خلطت كيف قلت لكم، غندير الخميره وغادي ندير جوج معلقات في كل بياسه. لا خصني نعاود نزيد نفس الخليط، هادو اللي كيش اللي درت فيهم الفلفله حمراء والاخرين درت فيهم المعدنوس كيف قلت لكم، باش كيجي المنظر مختلف وخا هي نفس الحشوه، غير راس معلقه يعني ولا كاع تزيدوا شي واحد شويه يعني باش كتجي مزيونه. ومني كتدخلوها الفران راه كديروا الطاول تحت والعافيه الفوق بحال شكل ديال الغريبه باش كتنفخ الحشوه، هذه لاباري كتنفخ وعاد كتطلعوها شي شويه الفوق باش تجي محمره. دابا غادي ندوز للحشوه ديال الكورني، غادي ناخد واحد المقله ندير فيها الثومه محكوكه واحد صبيع والكروفيت منقي ونحركهم مزيان مع مليحه وبزيره. في هذا الوقت هذا غادي نصوب البيشاميل، غادي ناخد جوج معالق ديال الفورس نزيد عليهم شي شويه الزيت حتى يولي عندي خليط سائل نوع واحد شويه يعني نوعا ما سائل، وغادي نضيفو على السيترو ديال الحليب اللي هو في الكاسرونه كيغلي فوق العافيه. هانتوما غادي نخلط، دابا جاني شي شويه سائل غنزيد عليه شي شويه الفورس باش ما يبقاش هكا خفيف بزاف، وعاد نضيفو على الحليب المغلي. هاد الطريقه زوينه بزاف للبيشاميل وسهله وما كيجيش مكور وكيجي ساهل والمذاق ديالو كيجي زوين. دابا غادي نضيفو على داك الحليب المغلي، هاد الحليب غادي نضيف عليه الملحه والابزار وواحد الحكه ديال الكوزه وواحد راس معلقه ديال الخرقوم، كيعطينا اللون اصفر كيجي زوين بزاف فهاد الحشوه ديال الكورني مع الكروفيت. غير حكه خفيفه ديال الكوزه. من بعد كان منين كيطيب ليا هذا البيشاميل كنضيف عليه الكروفيت، كنقطعو طريفات صغيورين الكروفيت ونزيد عليه الفرماج ونخلطو ونديرو في واحد الكورني هكا ونعمر هذوك الكورني، نعمرهم ونغمسهم هكا في الفرماج محكوك وندخلهم الفران. مشى لي داك المقطع اللي كنت كنقاد فيه، اما بعد ما طابو لي كيش الكورني كذلك كيجيو بنانين بزاف وزوينين البيتزات. كنتمنى يعجبكم هاد المملحات اللي صيبت اليوم وتجربوهم وتردوا عليا الخبر. ما كلشي كيقادهم ولكن كله طريقته. مازال ان شاء الله غادي ندير لكم الحلويات اللي درت في العراضه السابقه، يعني دوك لي طارتولات بالفرامبواز ودوك الحلوات الدائرين بالشوكولا، ان شاء الله تعجبكم ونتمنى الرضا ديالكم. قبل ما تخرجوا لايك والاشتراك فضلا وليس امرا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.